شوف، فيقول يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك، يعني أنا اللي أخذت بيدك، أنا جبتك، أنا وفقتك، أنا هديتك، نعم أنت اخترت هذا الطريق فأثيبك، وأنت أولى بسيئاتك مني. شوف الحل. طيب إذا واحد اختار السيئة شو يصير؟ الله مقصر؟ لا. ليش؟ الله أعطاه القدرة وقال له هذه القدرة وهذا الاختيار بيدك، تريد تروح للديسكو أو تروح إلى المسجد كيفك، فاختار الشر والسيئة والمعصية. يقول وأنت، يعني أيها العبد الذي اخترت السيئة، وأنت أولى بسيئاتك مني، لأن أنا ما خليتك تروح. الفرق شنو؟ الفرق أنه الذي يحاول ويختار الخير الله يأخذ بيده. إن تنصر الله ينصركم بعد. لمن يصمم، بس يصمم أذهب إلى المسجد أعطي صدقة أؤسس مؤسسة، الله يوفقه. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما ذاك البعيد الذي يختار، هو يختار الشر يتركه. فمن اختار الشر؟ هو اختار الشر، فهو أولى بسيئاته من الله. الله ما أجبره على السيئة، نعم فقط أعطاه القدرة. القدرة في شنو؟ في الاختيار. وإذا نريد شوية نفلسف، مو الفلسفة، نفلسف، تدري عظمة الإنسان في شنو؟ عظمة الإنسان في هذا الشيء أصلا. شنو الشيء الذي يميزك عن هذا الجماد؟ مو بس العقل، اصبر، العقل صحيح، ولكن ما تلك الميزة الإلهية التي يميزني كإنسان عن هذا الجماد وعن النبات وعن الحيوان؟ تدري شنو أعظم ميزة؟ قدرة الاختيار، قدرة الانتخاب. يعني شنو؟ هذه الشمس بعظمتها هل هي مختارة؟ أبدا مو مختارة، خلقها الله هكذا منذ البدء، منذ بدء خلقتها، وإلا هي حادثة، لا يروح فكرك أنه قديمها. كل شيء في الوجود حادث وليس بقديم، والله قديم أزلي فقط. قب، هذا بحث آخر. منذ أن خلق الله هذه الشمس كيف خلقها؟ خلقها هكذا، قال لها يا شمس تطلعين الصبح على الكرة الأرضية، ومو كل الأرضية، كل الكرة، النصف الأيمن مثلا من الكرة الأرضية، بكرة تطلعين على شنو؟ على الجانب الثاني، وهاي الكرة الأرضية أيضا مجبورة تدور 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 24 ساعة، وأنت تطلين، أنت أيتها الشمس تشرقين صباحا وتغربين مساء، مجبور. أنت أيها القمر، أيتها النجوم، الأفلاك، المجرات، كل هذه العظمة تشوفها مقابل إنسان، مقابل هذا الطفل اللي قاعد هنا، هذا الطفل باوعني، إيش اسمه هذا؟ سلمان باوعني. مقابل هذا سلمان هذه المجرات لا شيء. ليش؟ لأن سلمان يقدر يباوعني باختياره، باختياره، يعني مختار حر التصرف. هذا عظمة الإنسان. بهذه العظمة، التفت، بهذه الميزة العظيمة يصعد الإنسان، يصعد يصعد، يسمو يسمو يسمو، يصبح كمحمد رسول الله. جبرائيل يصاحب الرسول في المعراج، سامعيها حتما مرات مرات، يوصل إلى مكان جبريل شو يقول؟
يقول لو دنوت أنملة لاحترقت. الله أكبر. أنا عندما أقرأ هذا الحديث يهتز بدني أصلا. تدري معنا شنو هذا؟ أعظم خلق الله من الملائكة، جبرائيل أعظم الخلق من الملائكة، هو الواسطة بين الله وبين الأنبياء، أمين وحي الله، العظيم من الملائكة، يقول يا رسول الله هذا حدي ما أقدر أتجاوز. الرسول يقول يا صاحبي لم تتركني هكذا وحدي؟ يقول يا محمد هنا أنا بعد وقت ما عندي، أنا حدي لهنا. شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه الرسول البشر، وبشر بعد الإنسان العظيم، يصل إلى درجة لا يفوق على تلك الدرجة أي مخلوق.